فالله عز وجل خص أهل الرحمة أنهم لا يفترقون، وإنما أهل البدعة هم الذين يفترقون. ولذلك من شرح السنة أن الإنسان كلما تمسك بالسنة ابتعد عن التفرق والاختلاف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فهكذا البدع تفرق الناس وتجعلهم مختلفين، كما أنها تفرق عقائدهم، تفرق أبدانهم، فتجعلهم متطاحنين مختلفين متفرقين، يطعن بعضهم في بعض ويكفر بعضهم بعضا.